كابتن طارق، الموضوع ده ممكن يتكرر كتير الفترة اللي جاية، ممكن نشوفه كتير الفترة اللي جاية. أنا معاك أنا معاك، وخلي بالك دي كمان بتبقى مشكلة قوي، ما بتظهرش غير عندنا في مصر، معرفش ليه. يعني إحنا بنلاقي في الدول حتى العربية ما فيش الكلام ده، يعني ما فيش لعيب مثلا بتلاقيه يتحايل على القانون أو نادي يتحايل على القانون يتعاقد مع لاعب، ما بنشوفش الكلام ده، لأن اللوائح هناك واضحة وصريحة. إحنا عندنا اللوائح فيها حاجات كده ما تفهمش، يعني مين اللي بيحط طب أقول لك على حاجة، أقول لك على حاجة بيني وبينك من غير ما حد يسمعنا، بيني وبينك كده، بيني وبينك في ودنك كده، ان الكلام ده ممكن يتكرر مع احد لاعبي نادي الزمالك اذا ما حصلش على مستحقاته الفتره اللي جايه، او ما لم يتم السماح ليه بالاحتراف في شهر يناير. بص يا مهيب، انا اشك بامانه، اشك في ان لعيبه نادي الزمالك ما حدش بياخد فلوسه. انا اشك في هذا الكلام. أنا كنت عايش مع نادي الزمالك فترة حوالي شهر تقريبا، وبعدين دخلت بعد كده رئيس قطاعات في نادي الزمالك، وعايش جوه نادي الزمالك، وبقول لك عن يقين إن نادي الزمالك كل اللي أنت سامعه ده، ده تعديل عقود مش فلوس قديمة يا مهين، خلي بالك، تعديل عقود. والراجل وعدهم إن هو هيعدل بعض عقود بعض اللعيبة زي محمود علاء، زي طارق حامد. عايزين الاستقرار لنادي الزمالك يا كابتن طارق. بالظبط، ما أنا بقول لك عايزين استقرار للنادي، عايزين اللعيبة تاخد حقها، واللعيبة تلعب في الملعب وتجاهد في الملعب وتأدي مستوى كويس عشان خاطر الجماهير. وكل ده إضافة للكرة في مصر، إن الأهلي يبقى كويس والزمالك يبقى كويس وطلائع الجيش يبقى كويس. جميل، خد كلامي ثقة، خد كلامي ثقة، إن نادي الزمالك لعيبة نادي الزمالك بتاخد حقها تالت ومتلت. اللي حصل ده كله هو عملية تعديل بعض عقود بعض اللعيبة، فاهمني؟ اتأخر لسبب ما. طب طالما انت قلت هعدل، ما تعدل وخلص الليلة دي. انت في ليه فاتح باب لحاجات مشاكل كبيرة؟ انا مش قريب من القصه دي، لكن لما كنت موجود كان في مشكله ماديه تعرض ليها نادي الزمالك في فتره من الفترات، اثرت على الحته دي انها يعدي العود بعض، لكن الفلوس المستحقات اللعيبه لا. انا على يقين ان كل لعيبه نادي الزمالك بتاخد حقها يا اخي.